ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. تعرضت عدد من المواقع الجزائرية رسمية للقرصنة من طرف مغاربة يطلقون على أنفسهم تسمية ناج MA، من ضمنها الموقع الرسمي للوكالة الوطنية للتثمين المحروقات بالجزائر. وتداولت عدد من الصفحات الفيسبوكية منشور يحمل الرسالة التي تركها المخترقون في الموقع الجزائري، حيث كتبوا باللغة الإنجليزية أسفل الصورة: الإمبراطورية المغربية، تاريخنا يتحدث عنا، موريتانيا والجزائر جزء من ترابنا. بينما وضعوا وسط الصورة نجمة ثمانية أسفلها عبارة: لا غالب إلا الله. وكانت وزارة الطاقة الجزائرية أصدرت بيان اعترفت فيه بتعرض الموقع الإلكتروني للوكالة لهجوم من طرف الهاكرز، حيث دعت لتفادي الولوج للموقع في حين عودة الأمور إلى نصابها، في حين أكد آخرون أن الراية والشعار ترجع إلى راية الأندلس. نشكركم على حسن الإصغاء. إذا أعجبك الفيديو المرجو الضغط على زر الإعجاب.